حكيتكم عن شيف عبد الله، حكيتكم عنه كثير، حكيتكم عن صداقة 10 سنين، هيك نتعرف عليه. شيف عبد الله خبرنا عنك. مرحبا، كيفكم؟ معكم شيف عبد الله خضر من لبنان، براودلي ليبانيز بالعراق الحمد لله، اللي 7 أشهر ببابلون روتانا، قدرنا نأسس عائلة وقدرنا نعمل الثقافة اللبنانية بالأكل، نخلطها مع الحضارة، هي الأقدم حضارة بالتاريخ، هي الحضارة العراقية، وننتج منها أطباق جديدة لنقدر نرضي كل الأذواق. مش بس بيطبخ منيح، ملسن كمان. إيه أكيد. شو رح نعمل اليوم؟ اليوم حنعمل أول طبق، حيكون عنا درامستيك للدجاج أو بيبيس للدجاج أو الفخاد المقصوصة تاعت الدجاج. اللي حنعمله مثل ما شايفين المراحل اللي عنا حتمرق، حنورجيكم إياها. عنا الدجاج الني اللي مستلمه فريش، نحن عنا بروتانا هون، نرجع منسلقه منخلي العظمة منخلي لحم الدجاج، بيكون عنا من البطاطا المهروسة، الذرة، الموتزاريلا مع التشيدر، وعنا من الكمون، عنا شوي من البهار أبيض، الملح والكاجون سبايس. نعمل هيدا المزيج مع الدجاج، بيصيروا عنا الخليط مثل منك شايف عجينة. نرجع هيدا العجينة منلبسها على العظم، وبتصير عنا نفس الشكل تاع الدرامستيكس. طيب هلا بدك تقول لي اوكي يمكن هيدي كيف بدهم ياكلوها العالم والتويست تاعيتها؟ لا هي العالم ايه حتغشهم، يفكروا انه هي مع العظمه لانه حيقدروا يحملوها مع العظمه. بس نحن اللي حنعمله اليوم حنعمل، بعرفك انت بتحب الحمص، حنعمل حمص سموك. ماري معك حمص سموك شي مره؟ واو، ابلش بحمصاته طيبين كثير، كريمي خفيف، ما في حديه بالطحينه، طعمه الحمص حامض على القلب، وبتيجي بالاخر سموكينس بالاخر 100%. وبتقول لك يلا بدي لقمه ثانيه. اكيد اكيد. عشان هيك نحن هذا الصحن حنجرب ننزله صحن منفرد على المنيو، صحن حمص سموك مدخن يعني، ايه، مع الخبز العراقي التنور بيطلع كثير طيب سخن. وحنعمله فرد مرة ما هيك اخترعناه، حنعمله بصحن الدجاج. لنبلش بصحن الدجاج، شيف علي حيجي يبلش معنا. لكن تنوضح الموضوع انه الدجاج اللي شايفينه هون نظفه، نظفه كلها سوا، غنجها ورجع ركبها، يعني صحن مركب بالدجاج اللي رح تاكلوها وتقولوا اسم الله هالدجاج اكل هرمونات. عاد شيف علي بين ما قال لي انا هدول، نجي بناخذ الجاط اللي عنا هول الدجاجات بنردهم على البراد، بنرجع بنورجي المشاهدين كيف نحن بدنا نكون هذا الطبق، وبكون انا بلشت اقلي هدول. نحن عنا المطعم اللي نحن فيه حاليا اللي هو بابلون فيليج، اللي هو بقلبه الحديقه وبقلبه البول اريا، مطعم انترناشونال بيساع عنا تقريبا 400 شخص، والمنيو مقسم على المطبخ العراقي، المازات اللبنانيه، المطبخ الايطالي البيتزا والباستا، والمطبخ الامريكاني عم نحكي بالبرجرز على انواعها، واكيد عنا من المطبخ المكسيكي عنا من التاكو، وعندنا كتير اطباق، واكيد المشاوي اللي اتس ماست، والديزرت اللي عندنا كمان عندنا فوق 13 نوع ديزرت مختصين، منهم البامبر ديو اللي كتير نحن مشهورين فيها بالعراق حاليا ببغداد، واكيد الدرينكات وكل شيء ابيتايزر سلادات انترناشونال ولوكالي. هون حنريحهم 5 دقائق، نرجع من اليون بنشوف الجبنه اول شيء. هيدي شو اذا بدك مثل البطاطا البيوريه مع جبنه محطوطه كلها سوا مع الدجاج، مزبوط، فتعطي نكهه الدجاج، احساس الدجاج وهي فورم الدجاج، مزبوط، وبقلبها الجبنه. حنريحهم 5 دقائق بنرجع بنقليهم. المطعم الثاني اللي عندنا، الشرفه لونج، هو كمان بقلبه مانيو خاص جديد عملناه من تقريبا فتره شهرين، بقلبه اشياء اخترنا نكون فيوجن. ليش؟ لانه العالم بدها تهرب من التقليد شوي، فعملنا اشياء بالموجود عنا، لانه بتعرف قد ايه صعب تلاقي برودويات، نحن مش مثل لبنان او مثل الامارات نقدر نلاقي كل البرودويات، فالشيف بيكون عنده وقت اكثر يفكر قبل ما يخترع المنيو جديد ليشوف اون لونج تيرم شو في عنده
بضاعة افيلبل وشو العالم بتحب. هو زيته اللي فيه الترويقة الصبح؟ هو زيته اللي فيه ترويقة كترويقة سيتد، لأنه عندنا الأول داي دايننج اللي هو الشرفة، سوري الشناشيل. الشناشيل هو الأول داي دايننج، ترويقة البوفيه، الغداء البوفيه والعشاء البوفيه، وأكيد بالإضافة عندنا مطعم بوفون وعندنا الفاسيليتي تاعت البانكويت. يعني بيخلص نهارنا أنتوني بين 1004 و 1600 كوبار بالنهار. واو سوالله سوالله سوالله. لكن بعد ما حطينا بالزيت وريحناهم لهلا الخمس دقائق بدنا نرجع نقليهم، الشيف علي شفنا كيف الميكس عمله جاهز. هيدا الميكس كمان بينعمل بكل طريقة، فينا ما نعمله بانيه ونفرزه، وفينا نعمله بانيه ونفرزه بضاين عنا. نحن ما بنفرز دائما، بنفوت بريسك التفريز، بس من اذا بدنا مضطرين بنفرز فترة جمعة مش اكثر حتى نقدر دائما نلحق. طب لان بدها تعملها بالبيت وما عندها الجيجيت وما بدها تعملها هالقد سوفيستيكين، شو فيها تعملها باسهل طريقة؟ يا طابيت، يا بتعملها بورق خشخاش، بتحط لوح الثلج، القالب اللي بنعمل فيه الثلج بالفريزر، بيطلعوا هيك مثل صغار بوتي داي مثل الناجتس، بيطلعوا كمان هيك لقمات كثير طيبة. حلوة الفكرة. ماشي؟ طيب. شفتوا الجرار تبع اللي بحطوا فيه ثلج؟ 100% بحطهم بقلبها ورجعوا بتنزلهم بالزيت. اوكي، هلا نحن لنعمل هون شوي مثل خلينا نقول مثل الفلافل، يعني هو عم بيستوي من برا بس الزيت ما عم بفوت لجوا، يعني منا مش كثير صحية مثل ما الناس. لا لا أبداً. بس الزيت بشويه من برا من جوا بس تعطيها طعم كريسبي، تعطيها طعم كريسبي والشكل انه هي دجاجة عليها الجلدة مقمرة. هلا نحن بنجي شاف علي حيكمل على الطاولة اللي ورانا إذا بتريد، نجي لنعمل الحمص. لنعمل الحمص السموك ناخذ من الحمص المرهمي اللي نحن بنعمله عنا هوم ميد. خبرني شو عن الحمص، حمصاتك كثير كثير طيبين، إذا بدك هيك مش أسرار المهنة بس سر عام، كيف بيطلع الحمص طيب بلا ما يكون مفزلك وغلط؟ تعرف أنت أول شيء كل فخر نحن عنا مسؤول الأكل العربي واللبناني، لبنان عنا الشيف مصطفى رعد. الشيف مصطفى خبرة بالحمص وخبرته بتتكون انه نحن صحيح عم نعمل كمية، امرار بيعمل 20 كيلو بالنهار وامرار 30 كيلو، يضاين عنده ويمرق بسيكوس التحضير من السلق، من النقع للسلق لشال القشر. في عالم كتير بتخلي القشر لانه لا تكسب كمية اكتر، ومن طريقة الطحن بالمكنة شوي شوي، ومن طريقة التلج والزيت، ورسبة تقليدية، واكيد بيلعب دور الطحينة اللي نحن دايما بنجرب نحفظ على نوعية الطحينة، لانه بتعرف بالسوق هون بتتغير الماركت، فهون بترجع عنا بدنا نشغل مخنا على الورقة والقلم، نرجع ماتيماتيك، حطينا لكل كيلو 300 لكل كيلو 200 طحينة، بدنا ندوق بتمرمر قد ايه بتضاين، فخبرية طويلة. وما بحطوا توم بالحمص؟ ما بنحط توم، لا. هلا اذا زبون بده توم بنحط توم، بس نحن ماشيين ماشيين بنحط توم بالحمص، ماشيين اون سيف سايد. طيب لكن عندنا عندنا الحمص المنكه عندنا بطحينه دجاج جاهز، بنضيف له تقريبا لكل 300 جرام بنضيف له 80 جرام من اللوز المدخن المفروم، وعندنا السر الاساسي اللي هو ليكويد سموك. ليكويد سموك بيعطيه النكهة وما بيخليه ينتزع عنا، ولا بيعطيه لون ولا بيعطيه إذا بدكم مرورة. يعني هون خمسة نقط مش نص. مزبوط مزبوط 100%. لقلك ليش؟ لأنه هلا لما بدنا نعمل الطبق حتشوف كيف حنرجع نعطيه كله مع الدجاج نكهة السموك. أكيد أهم شيء عنا لما نعمل هيدا الطبق الحمص بده 3 ساعات بالبراد لتاخذ النكهة معه، مشان هيك نحن محضرين قبل بوقت من الحمص اللي عنا المدخن لنقدر نرجع نقدمه. هيدا الحمص اللي عنا حيروح على البراد، عنا الحمص الجاهز وعنا الدجاجات. نرجع للدجاجات لنقليهم. فينا نخبرهم عن قديش الزيت نظيف وهيدا شغله كثير مهمه. نحن هو احد اسباب النجاح عنا الحمد لله انه الزيت والمكانات والهيدا دائما عم نقدر اول باول شو بينتزع بنصلح، وشو بيصير عنا تغييرات الزيت دائما بنفلتره، اذا ما قدرنا نفلتر دائما بيروح للكب وبنرجع بيتغير. انت عم تتخيل مطعم مثل هيدا يعني بيعطي 400 شخص امرار بنفس السيرفيس بنغير الزيت. انا بدي اخبرهم عن الجريل.
الابيض اللي اكيد صار له اكثر من 15 سنه او 20 سنه ابيض، وانا خيط على مطابخ وشايف شوفات. طيب الدجاجات بدهم بعد اقل من دقيقه على النار. الحمص المدخن اللي عندنا هنيجي ناخذ من الحمص ونوضعه بنص صحن التقديم بهيدي الطريقه، مثل كانه نحن عم نعمل صحن الحمص العادي اللي على الطريقه اللبنانيه. الفكره هي انه نعمله اذا بدكم نست او ني تاع العصافير، لانه نحن بدنا نرجع نحط بقلبه الدجاجات اللي عملناهم. لكن اول شيء عندنا الحمص صار موجود بقلب صحن التقديم، بنجي بنضيف من النعنع للزينة، بنضيف شوي من الفجل اللي عندنا بهيدي الطريقة، وشوي من البصل الأخضر كذلك الأمر. فيكن تحطوا إذا بدكن من الخبز المقلي أو الخبز المحمص كمان تزبط معكم. نجي بناخد الدجاجات اللي عنا بنحطهم بهالطريقة، بنحط تحتهم شوي من البطاطا المقلية ستيكس، وبنجي بنحط الدجاجات بهيدي الطريقة. عادي. هيدا الصحن جاي على المنيو؟ هيدا الصحن ان شاء الله من هون لاخر الشهر بيكون نازل عنا على المنيو. لنعطي نكهة أكثر إذا بدكم للصحن اللي حنعمله. آخر الشهر؟ كيف بدي أنطر لآخر الشهر؟ لا أنت هلا أنت حصرياً عم تدوقه قبل العالم. حنحطها من هون. بس لنعطي الصحن شوي نكهة السموك للدجاج مثل الموجود عنا بالحمص، وبهيدي الطريقة واو بيكون أول صحن عنا صار جاهز حصريا لنو جارليك نو اونيون. تكوافي منك من بابلون روتانا بغداد. دجاج بلا توم مندوق هلا إذا بدك. شوف ما بعرف إذا بشاطه السكينة أو بدي أعمل مثل أوبليكس، كنت حبه لأوبليكس هو هيك مزبوط 100% إيه مع لدعة حمص هيك 100%. فبتاخذوا هيك شوية حمص بتموت. واو القرش اللي بقلبها روعة روعة روعة. البطاطا مستوية كتير منيح، الجبنة دابت على الآخر، وصل السخن لجوا جوا وأبدا ما في ولا نقطة سقعة من جوا. هالقلي اللي حطوه عطى القرش من برا بس الزيت ما فات لجوا، يعني منا يعني هيلثي يعني صحية إذا بدكم إذا بدكم. معقول شي اخوي، وبالاخر فيكم تشيلوا العظمه. يكمل المشوار صحن رائع. ولا رح تجيبني من بيروت منتجات ادوق من ورا بس هيدا ندوق الصحن الثاني. اوكي الصحن الثاني اليوم هو ابتكار الشيف علي. شاف علي يعني مثل ما بتقولوا هيدي المعدة تذكرني أنا لما كنت بعمره كنت هيك. فنحن بالعراق نعرف أكثر شيء نستهلك لحم غنم، ففكرنا كل محلات البرجر وأنت صرت تعرف هون كتير منيح ما بيستعملوا اللحم العراقي البلدي اللي هو البقر أو العجل، ما بيستعملوا اللحم الغنم العراقي ليعملوا برجر. وهلأ صارت درجة كتير عنا البرجر اللي هي موجودة بتكون شردت بيف، وهون العالم بعد ما دجاها ما شافوها،
فقلنا نحن بنشتغل على هيدي الخبريه. عندنا من التشيدر حنحط لها من الكريمه والزبده على النار. عندنا البوتيتو بان كمان اللي اول مره بتنعمل تحت طلب انطوني. اوكي، خبزه البطاطا يعني، خبزه البطاطا 100%. عندنا من الجالوبينو هاني ماسترد من الملفوف، وعندنا من الناتشوز، واكيد البوتيتو كريسكات بدنا نقدمها على حدها. بس وين اللحمه؟ اللحمه موجوده عندنا بالفرن. يعني اللي موجودين هون في حفله من القرقشه رح تصير. خليكم هيك خليكم هيك. كرانش كرانش كرانش، قرش غير شكل. طلعوا الخبزه لونها اصفر شوي، مخمره مزبوط، الهواء اللي بقلبها، وقفتها حلوه، حجمها مزبوط، ريحتها رائعه، واهم شيء طازه، كثير طازه واضح. yeah. كيف تعرفوا الخبزه ساعات ما بتكون طازه؟ بفوتوا على المحل بتكون هون مزيحه ضبه على بعضها، اول ما تحطوا اصبعكم عليها بتفك، وهيدا الشيء كثير عم نشوفه مؤخرا، انه ايه ما واصلين الخبزات من يومين او شلتهم من الفريزر امبارح. 100%، يا ريت بيضاين خبز عنا يومين. هاي اللحم اللي عنا. ايوه مسخنينا وعطينا النكهه بمرقتها، شاف علي حيفرفطها هون لنقدر نجهز. بهالوقت حقق لي البوتيتو كريسكات وبلش جهز عنا الصوص تشيدر لنشوف كيف بدنا نقدم الطبق الثاني اللي كمان حصريا لنو جارليك نو اونيون من روتانا بابلون بغداد. يا شفته؟ عم بتشط رايلتي. عم بقوله بدي لام شانك او بنسميه جيجو على كويير. شو يعني؟ يعني بينقص بالمعلقه او بالشوكه، السكين ما ضربته، مستوي لساعات طويله طويله طويله، خفيف، بمحلات كثير بسموه بولد بيف او مخزق او منتف. انتوا عم تاكلون مثل الزبده، شقفه بتروح من هون، شقفه بتروح من هون، شقفه بتروح من هون، منهم ملبدين على بعضهم، منهم ملزقين على بعضهم، عم بتخيلها بقلب الخبزه، عم بتخيلها مع هالصلصه، عم بتخيل مع الجبنه كيف رح تلي حالي. مطول تخلص؟ يلا ثواني. حطينا كريمه، نرجع منضيف فوقها عنا من الزبدة، ومنضيف فوقهم من الملتد تشيدر، جبنة تشيدر السائلة لتعطي دسامة للطبق وتعطي طعمة ولمعة. مشان هيك منحط من الكريمة ومن الزبدة ما كان تشيز 100% ولتطلع عنا راني، وهي الكومبينيشن مع الحر اللي بدنا نحطه الجالبينو تطلع كتير طيبة. صدقوا نحن الأشياء اللي بنعملها بتعرف انت تاخد وقت كتير لننزلها، لأنه منجرب أول مرة أول فاز، تاني مرة تاني فاز، ثالث مرة لنتجرأ مثلا ندوق حدا من الإدارة أو حدا بيعرف طعم التمو مثل ما بيقول مثلك انت هون يعني. عرفت كيف؟ الله يستر الله يستر. شاف عن جد وبفوتوا على مطبخ تغلي بتعرفوا المكتوب القرى من عنوانه، بتحسوا النفس عم بيطلع من الحيطان، بتحسوا الشغف عم بيطلع من الارض. ومرات بفوت على مطابخ بحس انه زلمه قاعد عم يشتغل اسمه عنه هون، عم بيقطع الاحساس، باشن، الشغف بقلب الايدين، وعم بفوتوا الشباب اللي وراه اللي شفتوهم هلا بعد قبل شوي بعقدوا بعقدوا بعقدوا. فعلا 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 عن جد الله يقويكم يعني. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. ما هو بتعرف انا مع يعني انا دائما برددها لكل الشيفين اللي بعرفهم اصحابي بالمهنه، مش بس تشتغلوا على الصحن وعلى ارضاء الزبون، لازم تشتغلوا كمان على نفسيه الموظفين. لانه بالنتيجه غير انه نحن بغربه، هيدي انا كانت سياستي حتى بلبنان، انت لما تروح تشتغل كشاف تستلم شاف مسؤول بقلب فندق او بقلب مطعم، عم تشوف دجال الاكيب اللي معك 12 ساعه و14 ساعه، يعني عم تشوفهم اكثر من عائلتك. فاذا بده يكون في نفور 1% بيناتكم حيطلع الشغل كيف؟ حتنعكس عليك من قبل الزبون، من قبل الجو العام، وبتصير مثل ما بتقول فايت على الشغل وما لك جديدة تفوت على الشغل اليوم. صح. لكن صلصة الجبنة عنا صارت جاهزة، البوتيتو كريسكات كمان كذلك الأمر صارت جاهزة، عنا اللحمة كمان صارت جاهزة، صحن التقديم موجود هون. يا ريت الكاميرا فيها بتحكي. أول شيء بنحط بالخبزة هاني ماسترد، دائما فوق وتحت لما تكون الصوص على فرد ميل وتطلع على الخبزة ناشفة إن كان تحت وإن كان فوق. 100%.
بالاخر بقلب التم في شقفه بتقعد على سقف الحلق وفي شقفه بتقعد على اللسان، لازم تكون طريه كامله. الجالابينو اكيد حسب ما بنحب كل حدا. شوف شكلك بتحب تاكل، لازم اخدك معي برماتي. علي بيعرف كثير اخبار هون، جرب كل كل ما بيقولوا مثل الاكل الشعبي والمحلات الترندي اللي هون. نسال علي خبره صار. يلا لكن رح تيجي تقضيها معي نهار، بناخذ اذن شيف عبد الله. اكيد اكيد اكيد. تنشوف مين بيضاين اخر النهار بياكل اكثر، انا وانت. انا بتحدى. لا بدك تشوف مين مين بياكل وبيخزنهم ومين بياكل وبيحرقهم. هون الفكره. قاعد على قلبه هيدا، كيف بياكلوا بابيض صح؟ بعد ما حطينا الكاجن سبايس طبعا عنا صار جاهز، وبون ابيتي. تفضل لنحضر الطبق الثالث. شو قال لك؟ لا ابدا. خبز عم بتقص مظبوط مثل ما شايفين، ما تمعوست ابدا بقلبها كمية حب ومكونات حلوة. نبلش أول مرة تشوفه نضيف من 7 أشهر. لحمته روعة، خبزته روعة، هوني مصر تحته فوق شوية حلاوة وبدها هيك جبنة على الطرف تكل لقمة بلقمتها تعطيها حب وحنان. وهبت انت بدك تشتغل هون؟ نكست يا شيف، نكست. نقلنا على اللبناني. هو اللبناني مع تويست اذا بدك. حلو. يا طبقنا الثالث لليوم قبل ما ننتقل للحلويات اللي محضرين لك اياه سوربريز، عنا بتعرف المحمرة. عملنا نحن فيرجن خاصة فينا سميناها المعجوقة. هيك هيك الدنيا كلها معجوقة. المحمرة تاكلها سلسي بتكون عادة، بس المعجوقة الفرق بتحس بالكرانشينس تعيط الخضرة اللي بقلبها. هي للي ما بيعرف المحمرة هي الجوز، التشيلي بيست والفلايفلة المشوية اوكي مع الزيت دبس الرمان، بس هيدي نحن معجوقة سميناها. هلا انا احنا وانتو حنتعلم كيف بدنا نسويها. واو بتعطيكم حلاوه من ميل، قرشه من ميل 100%، حموضه من ميل، حر من ميل 100%. هيدي المكونات معجوقه معجوقه يعني. شفت كيف؟ اوكي عندنا مندبس الفلايفله اوكي، نرجع بنحط من الفلايفله الملونه المفرومه بيتي دي او مكعبات اذا بدكم، نرجع نحط عليها من الجزر المبروش. لما نحكي عن المعجوقة بدنا نقدم معها اليوم البروتين، نحن حنقدم معها قطايف الكبة أو سمبوسك الكبة إذا بدكم. والكبة اللي عنا نحن هلا بتشوفها بس تنقلها من جوا فيها سر نكهة كمان هلا بنشارككم فيه. شف علي تقلي لنا بليز بدل ما نحن نحضر المعجوقة، صرنا حاطين دبس الفلايفلة، حاطين الفلايفلة الملونة الحلوة المفرومة، الجزر المبروش، منضيف عليهم رب البندورة، ومنضيف عليهم من الكعك أو البقسماط،
واكيد الجوز اللي ما بننساه دائما يعطينا الكرانشينس كمان اللي عنا. ونضيف عليهم الكاتشب من دبس الرمان ليعطينا الحموضه، والكاتشب عم يعطينا الطعم السكري او الحلوه، واكيد من زيت الزيتون. الحلو بالمعجوقه اللي عنا فيها تتقدم مع جبنه، بنصحكم نابلسيه على وجهها اذا بدنا نقدمها كسلاد، وفينا نقدمها كبيست كمان مع الدواجن واللحوم. وبس تتجهز طالما نحطت بمرطبين بنغطي لها وجهها بزيت الزيتون وقادرين نحفظها بالبراد لفتره 5 لـ 6 ايام، يعني مش شغل يومي اللي عنا. طبيعة الحال منضيف شوي من الزيت لانه البقسومات او الكعك اللي عنا بده يرجع يتش ويشرب الزيوت اللي عنا. هيدي الخلطة مش غلط انه نحنا فينا ندوقها هلا، بس نحنا لازم دايما كل شيء منحضره مكونات، انا باخذها قاعدة دايما فوق الخمس مكونات بالصحن الواحد لتنتزج النكهات او بالصلصة الوحدة، على القليل لازم تفوت 4 ساعات بالبرد. مشان هيك هون بيرجع جهزناها الزيت اللي هون. مزبوط، مشان هيك جهزناها قبل بوقت. واذا نحن بدنا صارت جاهزه عنا وبدنا نحفظها لنضبها بالبراد كذلك الامر، ونحط لها هيدا معلوميه النهار مي 100%. يعني مثل ما بتريح اللحمه لازم تريح الصوص، كل شيء بقلبه فوق الخمسه انجريدين لياخذوا مع بعض نكهه، ولتقدر لما تتناولها تحس بفرق الطعمات بدها ترتاح. مينيموم 4 ساعات بالبراد. اوكي يعني هلا يلا يلا يا ماما شو طابخه اليوم؟ حضري لنا يلا على السريع. هي 100% بتزبط 100% 100%. طبق ورا طبق ورا طبق الاكلات عندهم، مش معقول شو بتشهي هن عم بينعملوا. عم بقول اف طيبين، عم بتفتح ابليتي، عم بطلع على بالي اكل. قديش في شغف بالشغل، قديش في نظافه بالشغل، قديش في ترتيب بالشغل، مكون ورا الثاني. الكبه خلصت، فتت على النار على السريع، فتحت على بعضها، عطتها قرشه من فوق. اوف 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 اوف. سميتهم كبه قطايف الكبه. قطايف قطايف الكبه فينا نسميها سمبوسك، فينا نسميهم سمبوسك، فينا نسميهم اللي بدنا. حلوه الفكره، والحلو فيها انه اطرافهم يلي هن هون رح يعطوا قرشه كثير حلوه اللي ما بنطلع لنا بالكبه لما بتجي مبرومه 100%. وهيك بنقدر حتى اذا بدنا نحن زبون بده صحن سموك حمص، نقدر نمرغ الحمص ونحط عليه الكبه بطريقه كمان يطلعوا مرتبين شوي. لا ما انت ما مخلي لنا مجال، انت ما مخلي لنا مجال. حكيم سنين وشاف وزواك وشو بدي اقول لك. حلو، انتبهت معنا صغار مهضومين، زيد لون حلو كتير اللي هو الاخضر على الصحن، اللي هو ذكر بالصحن الاخضر من هون، ازرق من تحت احمر، يعني الصحن بيحكي، العيون بتحكي بتشبع قبل ما تبلشوا تاكلوا. وبالاخر نقطه حمراء اللي هو الرمان، تذكر دبس الرمان اللي بجوا. هو طبق مثل ما قلنا تقليدي، بس عاملين له تويست فيه، وقدرنا نشوف كتير كتير العالم زبايننا شو معقول يحبوا اشياء جديده نعملها. اخذ الاكل اللبناني، مكونات الاكل اللبناني، ما فلسفه بس حطها مع بعضها بطريقه جديده. خلينا نقول اكل لبناني عصري، مش فيوجن، مش مفلسف، بالعكس جديد. الصحن بيحكي عن حاله، فعلا شغل حلو، فعلا شغل حلو كتير. وان شاء الله بيكونوا بالعراق بيعرفوا قيمته هذا الشيف العظيم. واكيد التيم اللي وراي يمكن صورناهم محكينا احنا وياهم، ومن حلقه لحلقه ان شاء الله بتتعرفوا عليهم، لانه كلهم عم يعملوا شغل بعقد. اللي بحب يتصور، اللي ما بحب يتصور، كلهم في يعني ما بيروح. اذا بدنا نقول قائد العسكر بلا العسكر وراه، والكل عم بيعمل شغل رائع. طلعوا على الصحون، طلعوا على التفاصيل، والشغل الخفيف السريع اللي معمول بدقه، يلي كلها سوا القصه اخذت 10 دقائق بس. 10 دقائق صح. خلينا نبلش اول شغله، خليني افرجيكم شو في جواتها. الكبه اللي انقلت بدقائق من جوا، لحمه مفرومه طريه، رح احط لها هالصلصه العظيمه. هلا
بتبلشوا بالحلاوه بتخلصوا بالحر كلهم سوا مع بعضهم بطريقه كتير حلوه، ما في شيء مغطى على شيء، ما في مكون مغطى على مكون تاني. كبه خفيفه، لحمه رائعه رائعه رائعه، مفرومه كتير ناعم. قرشه الجوزات يا ويلي، فعلا شيء من اروع ما يكون. راح افتحها شوي. اسطوره، قصه كبيره. فليفلة روعة، جوز روعة، رمان روعة، طراوي سلاسة قرشة. ومش عم نبلش. يا سلام تحلية؟ أكيد بعد هيك أكل طيب بدها تحلية. شو رح نتحلى؟ تحليتنا اليوم اللي هو بيميزنا سبق وقلنا لك يا نحنا بوجود الإكيب اللي عنا على القسم العربي وعلى راسهم الشيف وهاب الطيب، نحن نتحدى حدا موجود بالعراق بيعمل بجودة ونوعية الحلو اللي نحن بنعمله. لأنه البيفيات اللي عنا بتعرف مثل ما قلت لك من طعم 500-600 شخص، يعني عد كم صدر عم يتقطع بالنهار وكم صدر عم ينشغل ويتفرز ويرجع ينخبز. يعني البروسيس نعرف مش مثل الحلو الأجنبي خبزت قطعت وقدمت، البروسيس هون كتير طويلة. فأنا أخذتني الفكرة أنا والشيف وهاب، مع أنه هو كتير أول شيء الفكرة شغل علينا هو تحضير، بس نحن لأنه يمكن كثقافة لبنانية معودين على شغل الكباب والرقاقات والسمبوسك، هذه الأشياء اللي بدها وقت. جرب استنتج. أيوة. إيه كفي. إيه. فأجت الفكرة إنه نعمل شيء جديد. العالم نحن بتجي لعنا بالعراق الثقافة هي دائما المشاوي، وعنا نحن أكثر من طبق داخل بقلبه عجينة العسملية وداخل بقلبه القشطة أمرار الجبنة المكسرات، بس ما عملنا شيء بعد يورجي العالم شو قدراتنا نحن بالمطبخ الشرقي وخاصة بقسم الحلويات العربية. من هون اجت الفكرة انه عجينة العسملية اللي عنا نحولها على كباب. ايوه اوكي. وهيدا الكباب بده ينشوى على نفس المشوى تاع الكباب ويتقدم بالطريقة التقليدية مع القطر ومع المكسرات. شو يفرق بالهيدا؟ 100%. لانه بتعرف كشاف انت بتكون موجود بالنهار بيمرق حواليك بين الجلي وبين الشوي وبين البيفيه شي 5000 سيخ من هول، فهمت علي؟ انه بتصير تقول شو فيني اعمل فيهم، شو فيني اعمل، وعندي العجينه عم شوفها منيحه وعندنا الشباب قدراتهم منيحه، اخر شيء بتجرب تركب مره اثنين ثلاثه مره اثنين ثلاثه لتزبط معك النتيجه. احنا اللي بنعرفه انه هول اجمالا بينقلوا 100%. هي يمكن اول مره بينشوا 100%. فمشان هيك شيف وهاب حيعملنا هلا سيخين لشوف البروسيس كيف. اكيد هذا البروسيس مثل ما شايفين نحن بدها تنلف بالكلين فيلم وتفوت يا برات فتره 3 ساعات 4 ساعات يا على الفريزر فتره ساعه قبل ما تنحط على النار. لانه بس تنحط على النار شو بده يصير بالدهن اللي بقلبها؟ بدها تسقسق مثل الكباب. نفس المبدا عم نشتغل، بس ما بتنحط بالصمونه. لا ما فينا بدل الكنافه، بدل الكنافه فينا بنجربها بالصمونه بنجربها. طيب يلا شافوا هاب كيف تنعمل. اول شيء هذه العجينه لازم دائما تتريح تتفرفط ترجع، لانه بتجي اساسا بتجي من برا وبتجي ملزقه على بعض. مظبوط. هي السر اذا بدنا نقول الحلو العربي النظيف والمرتب. اليوم الحلو العربي في عدة مكونات، مشان هيك بيفرق من بلد لبلد ومن محل لمحل. اكيد العسمليه، اكيد القطر لازم، مش جلوكوز، اكيد الجبنه. اليوم ساعات حدا بيسالك حلو عربي، اول شغله شو سر النجاح؟ سر النجاح اول شيء الحلو العربي بنعرف قد ايه مثل الاكل العربي بيطلع وسخ وبيطلع جلي. اهم شيء النظافه، هذه اهم شيء نظافه الطاولات اللي عم تشتغل عليها، العالم اللي عم تشتغل، والصحون اللي عم او الاوان اللي عم تخبز فيها قبل ما تقدم. من هون بتكون انت بالسليم بالنتيجه. ثاني شيء تعرف تحدد قد ايه كمياتك التحضير بالنهار حتى ما يضل عندك نحن
بعد يوم او يومين او ثلاثه ماكسيموم من الحلو العربي، مش مثل المحلات الباقيه اللي بتعمل ست سبع انواع صدوره وبتلف كلفين وبيضلوا على الواجهه، وبس يجي زبون بصير بيقطعوا له وبيقدموا له، بتحس بطعمه القطر القديم، بتحس بطعمه اذا بدك المكسرات اللي بتكون هيك طعمتها قديمه. فنحن دائما الفريشنس هي اهم شيء. حلو، هيدي الخطوه مثل ما شايفين بتنشر. اوكي، المكونات عنا هون هن عسملية، هون عنا الجبنة، الفستق، بعد شوي سمنة، وهون عندك القطر. لا مي بس لا تكمش معنا، بس مي القطر هون يلي هي بترجع بتلزق على بعضها. واحدة رح ترجع تفتح وترجع تفرط على المشوى، فبدنا نجمدها ان كان براد او فريزر. هلا بس بعد ما نحط لها السمنة هلا بيورجينا كيف بعد ما يعمل سيخ تاني. هي عم تتخيلوا السمنة هلا كيف بدها تفوت على النار وتبلش تسقسق وتسمعنا اصواتها. واو، جبنة، جبنة الحلو عربي. في ناس بتفكرها حلوم، في ناس بتفكرها بس موتزاريلا، في ناس ما بتعرف شو هي او عكاوي تشيكي. شو هي الجبنه تبع الحلو العربي اللي بتفرق من كنافه لغيرها؟ هو مزبوط العكاوي تشيكي، بس امرار ببعض المسافات وبتامين البضاعه نضطر نخلط بموتزاريلا، والموتزاريلا اللي بنخلطها ما بنخلطها موتزاريلا نباتي، بنخلطها موتزاريلا حيواني لنعطيها كمان الطعمه. فنحن قد ما فينا بالمتوفر عنا اللي هو العكاوي تشيكي، قد ما فينا بنضلنا ماشيين بجبنه العكاوي، بس مش مع انه امرار بنضطر نخلط الجبنه التشيكيه مع جبنه بيضاء مع الموتزاريلا امرار ومع شو متوفر عنا لنعمل اذا عنا كميات كبيره صدوره لنقدر نحشيها حشي. بس لما اشياء هيك مخصصه تكون دغري يقدر يتناولها زبون ويحس بالطعمه، بنركز على الجبنه البيضاء او الجبنه التشيكيه. حسب البلدان، ولازم تعرفوا كل بلد بيركبها مثل ما هو بده. بلبنان عندنا شيء اسمه جبنه الكنافه، يعني بفوت على محلات في جبنه المخصصه للكنافه اللي ما بتلتقى بولا محل. باستراليا عندهم خلطتهم، بكندا عندهم خلطتهم، بالعراق عندهم خلطتهم، تنوصل يمكن 80 ل 90% قريب من طعم الكنافه اللبنانيه. بس ما حدا يشبه ويقول بلبنان يمكن احسن، مش ضروري، كل بلد عنده شيء. الشغل الثاني هيدا نفوت على التفاصيل. لكن السيخ بعد ما شكلناه بهيدي الطريقه نجي بنسقيه بالسمن. هيدا اهم خطوه ليرجع يكمش معنا كل الشعيرات تاعت الكنافه بقلب البراد او بقلب الفريزر، واكيد ليعطينا الدسامه ويعطينا الطعمه. ما تبخلوا كثير بالسمن، لانه السمن مثل ما قلت هو عنصر اساسي بالعسمليه او بطبقنا اللي عم نعمله اليوم. يلا وهاب منلف، عنا السياخ صاروا جاهزين مثل ما قلنا، يا براد 4 ساعات يا فريزر ساعة، ومننتقل نحن وانتو مناخد هولي، ما حندوق أنطوني منهم. اوكي، مناخد السياخ اللي عنا، نجي مع شيف وهاب على الشوي. شفتوا فيت على البراد رجعت ضبت على بعضها، لزقت على بعضها، ما رح تفتح. الهواء اللي بقلبها ضب على بعضه أكتر، السمنة فاتت عشقت من لا جوا، الجبنة لزقت على العسملية، يعني بيرفكت، صارت مثل الكباب. صارت بحطوا له مي وبكبسوه مزبوط، صارت كأنها مكبوسة مزبوط 100%. هلأ هنروح، تفضل. أكيد الخبرية نحن بتاخد معنا من 4 ل 5 دقايق أو 6 دقايق. ما بدها هوا، ما بدها هوا، ما بدنا نحرقها، لأنه دغري مجرد ما حطيناها بنشوف السمن على الحرارة عم يتفاعل، وإذا بتلاحظ بلش يبقبق عنا السمن دغري. ايه صوت، اسمعوا الصوت عم بيحكوا، عيشوا. فيرجن أنطوني، يلا يلا نجي ناخد السيخ. شو هاي الشغل هيدا؟ يعني يعني كانكم عم تاكلوا كنافه لبنانيه بالخبزه 100%. انا بدي ذوقها صرت هلا. اوف اوف اوف، بدك السكيورتي برا تلحق بكره ناس الصف واصل من هون للنهر. كيف بالصف جايين نعطر ويه. تفضل نشوف لأول مرة حندوق معك. يلا
بالصف. يعني عطينا شيء استفدنا منه، مش غلط ابدا. بالصف بالصف بدهم يوقفوا. عن جد مش غلط ابدا. مش غلط. صابوني الرائعة. افتحوا لنا صابوني ثاني. روعة روعة روعة. يلا شباب كلنا هندوق. جبنة من جوا، بقطر على القد، السمنة، برافو يا شباب. شو هاي؟ تمام. شو هاي؟ تمام تمام، أنا عجبتني. يب. بضل عنا ندوق هذا الطبق. نشرة الأخبار. تحت موشات السومرية عاجل. يلا. اختراع جديد يضرب بغداد. عاش في ايدك شاف وهاب. تفضل. يلا دقلنا هلا الصحن العادي. يا ريت فيكم تحسوا معي الصوت، يا ريت فيكم تشوفوا معي التفاصيل. الجبنة روعة، مقطة عظيمة، بسملية من برا بعدها. كانت مطيرة. ما لزقت، ما عجنت، ما علكت، مش معقول شو رائعة. قرشة خفيفة مثل قرشة الكرواسون، فليكي. العسملية ما خبصت، ما علكت. الجبنة عم بتدوب من جوا كأنكم عم تاكلوا كنافة أو ساندويتش جبنة بالبيت. السمنة عطيتها كل الطعم بس ما بتحسوا فيها. نوعية الجبنة اللي بيستعملوها توب. صار لي 12 سنة بصور، هي أول مرة باكل هذا الشيء. بلشنا حلقتنا بال 2012. لليوم هي أول مرة باكل هذا الشيء. بتربح جايزة أكيد 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 أكيد. وبتستاهل تجي من وين ما كانت تدقوها. إيش. 15/10. مش محط كلام، مش مجاملة، انت بطل. ثانك يو. بحب كثير شو بتعمل، بحب كثير كيف تشتغل، بحب كيف تتعامل مع الشباب، وبحب اختراعاتك وتواضعك ورواقك بقلب المطبخ. ثانك يو. ان شاء الله ما بتكون اخر مره تستقبلني بمطبخك. ولا اكيد المره الثانيه حتكون واو اكثر من هذه المره. مخبين لك اشياء جديده. خلص نحن اعتمدنا تجرب الاشياء الجديده قبل ما ننزلها للعالم. الله يقويك. انبسطت جد شفتك بعد كل الزمن. ميرسي كثير. تستاهل كل خير.